من واشنطن ينضم إلينا لمناقشة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وما يحصل الآن حولها المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي. سيد آدم، مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة هذا المساء. بكل مرة يأتي فيها مسؤول أمريكي إلى المنطقة، لا سيما إلى إسرائيل، تأتي تصريحات إسرائيلية أكثر تشددا. خرج بلينكن، بدأ الحديث عن معركة رفح، أتى الموقف الأمريكي غير داعم لهذه المعركة، ولكن أي مرحلة من العلاقات الآن يمكن القول أنه إسرائيل وأمريكا وصلتها؟ هذا سؤال بسيط ومباشر وهو جيد، وبوسع نستخدم كلمتين، معقد وإشكالي. دعيني أبدأ بالثاني، معقد لسبب، وهو فهناك فكرة بايدن للآن، ولكن لا يوجد ترجمة لها إلى الواقع، وإشكالية لأنها كما وصفتي فالولايات المتحدة تحاول أن تحرك إسرائيل بالاتجاه السليم مباشرة، لكن في كل مرة تفعل ذلك يأتي نتنياهو ليناقضها، فهذه ليست علاقة جيدة، ولهذا أقول أنها إشكالية، ولهذا لا أرى ماذا سيجعلها أفضل. في محللون سيد آدم قالوا أنه الولايات المتحدة لديها أدوات كثيرة للضغط على إسرائيل، لكنها لم تستخدم هذه الأدوات في آخر 75 عاما. هل فعلا لدى أمريكا أدوات بظل أن اليوم الحكومة الإسرائيلية تحرج أمريكا؟ نعم ولا. في نفس الوقت بوضوح، نظريا هذه موجودة، نحن نعطيهم الكثير من المال وكثير من المساعدات العسكرية، ونظريا إن أوقفنا هذه المساعدات هذا سيكون له أثر، وعمليا أرى أن هذا تقريبا مستحيل، فهناك إجماع قوي سياسي بين الجمهوريين والديمقراط في الولايات المتحدة أنه علينا أن نعطي إسرائيل ما تحتاج إليه للبقاء. ربما إسرائيل ليست بخطر، ولا أعرف إذا كان العالم يصدق أنها مهددة، لكن سؤالي ماذا سيجبر إسرائيل لتغير سلوكها؟ هل وقف المساعدات الأمريكية سيفعل ذلك؟ أنا أشكك بهذا الأمر، ولا أظن أن الولايات المتحدة ستقوم بذلك. الطريقة الوحيدة للضغط على إسرائيل من جانب الولايات المتحدة هو من خلال التدخل بالسياسات الإسرائيلية والقول أنه إن لم تغير إسرائيل اتجاهها ستفقدون الدعم الأمريكي. هل تعتقدون أنه هكذا خطوة فعلا يعني يمكن اللجوء إليها وستقبل إسرائيليا، أن تنخرط الولايات المتحدة بالسياسة الداخلية الإسرائيلية؟ وكيف يمكن أن يحصل ذلك الآن؟ هي مرحلة صعبة اليوم بالنسبة لإسرائيل داخليا، وفي أجواء سياسية متناقضة جدا بالداخل. كسر. نعم صحيح، لا أعتقد أنهم سيفعلون، أعتقد أن لهذا سيكون أثر عكسي، بل سيشدد اليمين المتطرف ويضعف الوسط المعتدل، وبالتالي سيكون له الأثر العكسي. لكن من جديد المشكلة هي أي ضغط مباشر من الولايات المتحدة سيكون له هذا الأثر، سيؤدي إلى نتيجة عكسية عما نريده. وسأعطيك مثال آخر،
دائما أطرح على نفسي هذا التساؤل، لماذا يدعمون، ماذا يحدث في الولايات المتحدة، ولماذا يدعمون هذا الرئيس المجنون ترامب، ولماذا يدعمون في إسرائيل نتنياهو؟ أعتقد أن الإسرائيليين سيجتمعون وراء الرئيس وأصدقائه المتشددين، وأفضل السبل لتغيير السلوك الإسرائيلي هو أن يروا أنه ليس من صالحهم أن يقتلوا آلاف الفلسطينيين، وأن من مصلحتهم أن يقيموا السلام مع الفلسطينيين. هذا استنتاج لم يكن موجودا بأي وقت من الأوقات يعني بالسنوات الماضية، وبالتالي سيد آدم، هل ما تقوله حضرتك أنه أمريكا عاجزة عن ضبط إسرائيل؟ أود أن أشير إلى نقطة مهمة. هذا لا يحدث من فراغ، هناك هجمات على إسرائيل من الفلسطينيين، وطالما الفلسطينيين يهجمون على الإسرائيليين، الإسرائيليين سيواصلون هذا الرد، وبالتالي بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة لن يغير ذلك النتيجة. على كل حال إسرائيل هي الدولة المحتلة، يعني مش فلسطين التي تحتل، وبالتالي عندما نتحدث عن اعتداءات من الفلسطينيين في كثير من الأمور التي هم يقولون إنها تبررها، بس فقط هنا سيد آدم أنا أسألك، هل أمريكا عاجزة عن إذن التأثير على إسرائيل، وهذا أين يضعها من حيث مكانتها كقوة عظمى في العالم؟ أعتقد أن الولايات المتحدة أو إسرائيل إن أرادت السلام مع العرب عليها أن تقبل بفكرة وجود دولة فلسطينية مستقلة، هذا صحيح، فالولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض أن يغير الناس رأيهم ويؤمنوا بشيء. المعتقدات وما يشعره الناس بقلوبهم ليس ناتج مال أو أي شيء سوى القناعة. فبالتالي سؤالك، ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل لتغير رأيهم؟ لا أعرف، ولا أدري إن كان هذا السؤال يتعلق بكون الولايات المتحدة قوة عظمى أم لا، بل هو ما يشعر به الناس وما يعتقدون به وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تغيره. إن سألتيني ماذا يحتاج الأمر للولايات المتحدة لتقنع العرب بأن يتخلوا عن فكرة إقامة الدولتين، ستقولين أنه لا شيء يمكن فعله لأن الكل يفكر أن هذه العدالة وأن هذا حقهم، وربما تكونين على حق، لكن بالتالي بالمقابل لا يمكن أن تقنع الولايات المتحدة إسرائيل أن تفعل شيء ليست مقتنعة به. مهما كانت القوة لا يمكن أن تغير قناعات، لهذا السبب فإن الهزيمة الكاملة لألمانيا النازية ولألمانيا كل هذا تغير بالمعتقد، وهذا هو طبيعة العالم الذي نعيشه، وبالتالي تغيير هذا العالم بتحريك قطع الشطرنج أو التزويد بالسلاح، أعتقد أن هذا لا يتعلق بالطبيعة البشرية والتاريخ وكيفية تطور الأمور. المسألة قد تكون فلسفية لكن لا يمكن أن نتجاهل هذه الأمور. هو للأسف انتهى الوقت، أنا كنت أريد أن أستمر في هذا الحوار مع حضرتك، لأن نحن هنا لا نتحدث عن تغيير في قلوب الناس، نتحدث عن سياسات دول، وبالتالي هذا يطرح أسئلة حول مثلا إذا ما كان بقلوب الناس بالعراق مثلا قبول أن لديهم أسلحة دمار شامل أو سواها، يعني هذا يطرح كثير من الأسئلة إلى الأمام، ولكن للأسف انتهى وقت المقابلة. شكرا لك ضيفنا من واشنطن المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي.